اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، ارحب بضيفي الرابع في هذه الفقره وضيف البيت الكبير الحقيقه في هذه الفقره، كابتن احمد فوزي. ازيك يا دكتور؟ حبيبي ازيك يا اسلام، الله يكرمك. شرف ليا ان انا قاعد مع كوكبه دي، يعني مش عارف اقول ايه، كلهم ما شاء الله قامات كبيره في بيتك. طب حبيبك فوزي، اسمع برضو رايك فيما حدث. انا رايح اخد 10000 تذكره، قالوا لي خد 2500 لغايه لما ربنا يسهل. يمكن فاكرين ان الربع هو اللي هيغني عن ال 10000 كلهم. طبعا رقم لا يعبر عن مدى اهميه المباراه، ما يعبرش عن تركيز الكاف اصلا، مش مهتم بيك. ده واضح جدا، واضح جدا في الـ في الـ في, الـ في من نتيجه ان انت تاخد 2500 جنيه من 2500 تذكره من 10000، ده دليل على ان الكاف مش مركز معاك. حتى التذاكر بتاعتك ممكن بطريقه ما يديها لحد تاني من غير بعد ما انت تخلص كل اللي معاك. سامع ان طالع من مصر اخر رقم 4000، فلما يحجم التذاكر اللي بيديها لك ممكن ياخد الباقي لحسابه ايا ما يكون. فهي طريقه لعب من تحت الترابيزه زي ما بيقولوا كده، زعزعه استقرار الفرقه. بس ده كل ده اللي هم بيعملوه في حته، والفريق بتاعنا في حته ثانيه. لا شك ان هم عايزين يلعبوها زي ما بيقولوا كده ناحيه عصبيه، ولكن انا اعتقد ان لعيبه الاهلي في منأى عن كل ده، وان الكابتن محمود بيتعامل مع الموقف بثبات. القصه من صباح اليوم، ولكن لما يخرج البيان دلوقتي ده معناه ان احنا متابعين كل اللي انتوا بتعملوه خطوه بخطوه، ومعناه ان احنا بنتصدى لكم كل بنصدر لكم الاخطاء اللي انتوا بتبعتوها لنا، بنصدر لها لكم عشان نكشفكم قدام العالم اجمع. اعتقد ان الاهلي عمل كده من اول المشاكل اللي حصلت في اختيار الملعب اصلا، ومن ساعه ما بعتنا للكاس. فطبعا انا شايف ان الناحيه الاداريه ماشيه كويس كده في طريقها. نتمنى اللعيبه تشوف طريقها بكره بخير ان شاء الله.